السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نبداو سلسله ديال التطريز. نخدمو ان شاء الله اليوم زوقه من طرز تونسي اللي زوقتها من الداخل بالبريد. كنحتاجو الكانفا ومرمى الحرير ديال الصبره، اختاريت هاد جوج الالوان، برمت الخيط على 4 ديال الشعرات. ونبداو دابا. هاد الطريزه كتجي على الجوانب ديال الرنده او السفيفه في الجلابه او القفطان. بسم الله كنضربو الضربه الاولى، كنزلو جوج ثلاثه الكارو الرابع كنضربو، الضربة الثانية كنديروها في داك الكارو الرقيوق ماشي الكارو المربع باش كتجينا دقة على دقة. كتشوفوا الكاروس تغير فين درتها. كنحاول نقرب يدي الكاميرا، كنديروا 5 ديال الغرزات. دابا غادي نقز الكارو الكبير الجانب ديالو ماشي الكاروس تغير، غنخشي البرا ونعاود نهبط عاوتاني في الكارو الرابع. جوج ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة أربعة خمسة. غادي ندخلها في الكارو اللي بجنبها عاوتاني، وغادي ننزل عاوتاني واحد جوج ثلاثة أربعة وخمسة. غادي نرجع للكارو عاوتاني اللي في الجنب. نتمنى الله تكون الصورة واضحة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. وغادي نرجع دابا للجنب الاخر باش ننزل.
كنحاولوا ما نزقلوش الحساب، يعني الا زقلنا غير عين وحده كيخسرنا كتخسرنا الزواقه كامله. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، نمشي للعين الكارو الآخر. غنكمل انا بهذه الطريقه ونرجع باش نبدا الكارو الدخلاني بالازرق. وغادي نستمر هكايا تنكمل ونرجع باش نبداو البريد. من بعد ما كملت الدورة الثانية باللون الأزرق، دابا غادي نبداو في البريد. كندخلوا البرع على هذا الشكل، كنوضعوها في الوسط وكنخرجوا لها الراس، ما كندخلوهاش كاملها، كنشدوها بهذا الشكل وغادي نبداو ندورو. كنحسبوا 8 ديال الدورات. ونخرجوا البرع. غادي نعاود وحده اخرى
جوج، تلاتة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، ونخرج البرة. نعود الثالثة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ونخرج البرة. عندي ثلاثة في كل جانب، غادي نكمل هذا الشيء اللي بقى ليا ونعاودو نتلاقاو. من بعد ما كنكمل البريد كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. غادي نوضع دابا واحد العقيقة في الوسط، نعاودو ندوزو على الخيط مرة أخرى باش نثبتوها مزيان. وغادي نكمل أنايا على هاد الشكل، وغادي نرجع باش نشوفو كيفاش نحيدو الكانفا وتشوفو الشكل النهائي. بعد ما كنكمل الخدمه ديالي كنحيد الكانفا، كنبدا نسل الخيوط غير بشويه باش ما نخسرش الطرزه ديالتي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطريزه تاعت اليوم. كتجي خفيفه، ممكن انكم ديروها على نص طوق ديال الجلابه او انكم ديروها في القفطان، تهبطوها حتى الارض. نتمنى انكم تشتركوا في القناه ديالي وتدعموني، عندي لكم ان شاء الله المزيد. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر اعجاب وتخليوا لي تعليق. شكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.